وانتصر الرئيس أردوغان بعد جولات انتخابية كان الكل بيؤكد إنها صعبة ومش حاسمة. انتصر أردوغان وجلس كل معارضيه على كرسي الاعتزال بفوزه أنهى على أحلام خصمه اللدود كمال كليتشدار أوغلو اللي المفروض أنه هيعلن استقالته من الحياة السياسية خلال ساعات. فاز أردوغان بعد ما خاض عسير بتعيشه تركيا وشعبها واستهدافهم الواضح من كل المواقع العالمية. كسب أردوغان وحزبه بالأغلبية البرلمانية 5 سنين كمان عشان تركيا تستكمل بنائها وقوتها اللي ابتدت تكون عالمية. فاز رجب طيب أردوغان وهينام طيبين النفس ما يقرب من 4 مليون أسرة لاجئة في تركيا كانت بتعيش قلق في منتهى القسوة بعد وعود المعارضة بترحيلهم وتشردهم خارج البلاد، بل وإنها توعدت بإرسالهم لبشار الأسد، وكأن في عداء إنساني ما بين المرشح الخاسر ومواطنين لاجئين بسبب الحرب والقتل والدمار وما لهمش فيه. فاز رجب طيب أردوغان وخرصت مساعي أثينا وتل أبيب وباريس وعواصم عالمية كانت بتتمنى الخسارة ليه من كل قلبها، لأنه قوي ولأنه بيحب شعبه ولأنه جعل تركيا دولة كبيرة ليها وزنها وقيمتها في كل دول العالم الحر. فاز الطيب أردوغان ومنيا لاعبين الاقتصاد اللي بيستفيدوا من ارتفاع سعر الفايدة بخسارة موجعة ومدوية، لأنه هيستكمل أردوغان انخفاض الفايدة تماما ووقف انتهاك تركيا من إيد المضاربين آكلين حقوق الناس. فاز أردوغان وهيفضل موجود هو وحزبه لحد 2028 عشان يأسس قرن تركيا ويكتب دستورها الجديد، دستور خالي من الوصايا العسكرية الانقلابية، دستور دولة فتية مسلمة لازم هيكون لها الريادة في الزمن اللي جاي. شكرا للشعب التركي اللي لسه بيعلم لحد النهاردة ان ممكن دولة شرق أوسطية تبقى ديمقراطية وينتخب الناس اللي يمثلهم وتكون دولة رائدة وقوية وليها وزنها.